السلام عليكم متابعي قناة مجلة الأسرار، مرحبا بكم. تعرفوا على نصائح سريعة لصناعة تعليق صوتي محترف. كل الصحفيين يمكنهم إجادة تعليق صوتي مهما كانت خامة صوتهم. بهذه المقولة بدأ محمد فاروق حديثه مع شبكة الصحفيين الدوليين، وهو المعلق الصوتي الذي عمل كمدير برامج لإحدى الإذاعات المصرية لعدة سنوات قبل أن ينتقل لقيادة قسم المالتي ميديا أو الوسائط المتعددة بأحد البوابات الإخبارية المصرية. يضيف فاروق لشبكة الصحفيين الدوليين: كل الأصوات تصلح للتعليق الصوتي، وكل صوت له شخصية مميزة، وهذه المهارة تحتاج لتدريب، وإجادتها تأتي بالممارسة. فكل ما ستحتاجه هو جهاز الكمبيوتر ومايكروفون من النوع الجيد توصله بالكمبيوتر ونص مكتوب وبرنامج تسجيل وتحرير صوت محترف. من بعدها سيكون الطريق ممهدا لأن تصنع أول تعليق صوتي لك. اللغة هو المفتاح الأول. ينصح محمد فاروق أي شخص يرغب في تعلم التعليق الصوتي أن يبدأ بتعلم اللغة العربية، فهي أول مفتاح للنجاح في هذا المجال. أيضا من المهم التدريب على كيفية نطق كل حرف بطريقة سليمة، وهناك صفحات على فيسبوك مثلا ستساعدك على إتقان اللغة العربية، ومنها صفحة أكتب صح التي تعلمك قواعد اللغة العربية بطريقة بسيطة. يشرح محمد: اللغة هي البطل في التعليق الصوتي، وبها يبدأ كل شيء. فلو كنت تعمل مثلا على مشروع صحفي وكان عبارة عن فيلم قصير، يجب أن تكتب النص الذي ترغب في تسجيله صوتيا لتضيفه بعد ذلك على الفيديو، وبعد الكتابة تقوم بتسجيل النص بصوتك عبر برنامج تسجيل وتحرير صوت محترف. أثناء التسجيل يجب أن تنطق كل الحروف بطريقة واضحة وسليمة، ومن المهم في هذه المرحلة أن تستخدم أحاسيسك أثناء التسجيل. فلو مثلا ستنطق كلمة تعبر عن الغربة، فلا يصح أن يكون صوتك سعيدا وأنت تفعل ذلك، بل يجب أن يحمل صوتك نفس مشاعر شخص يشعر بالغربة. أيضا يجب أن تنطق الكلمات أثناء التسجيل بطريقة واضحة، وأن تتجنب تماما إصدار أي أصوات مزعجة من فمك أثناء التسجيل، مثل صوت امتصاص اللعاب والأصوات التي تصدر عند المضغ والشرب. ومن النصائح المهمة هي أن تتنفس بطريقة سليمة أثناء تسجيل أي مادة.